ثم تميّر أن فوز جوزيف بايدن بمنصب الرئاسة الأمريكية سيفتح الباب أمام نائبته كامالا هاريس لتكون منذ الآن خيار الديمقراطيين في انتخابات عام 2024، لتكون أول رئيسة للولايات المتحدة من أصول مهاجرة، حيث الأم هندية والأب جامايكي. كامالا هاريس المولودة عام 1964، سياسية ومحامية، شغلت منصب المدعي العام لمنطقة سان فرانسيسكو عام 2003، ثم منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا عام 2010، وأعيد انتخابها عام 2014، وشغلت منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2017، وسبق أن ترشحت عن الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس لانتخابات عام 2020، لكنها أوقفت حملتها بسبب تراجع حظوظها، واختارها بايدن لتكون نائبة له بعد أن أصبح مرشحا رسميا للديمقراطيين. وحين يجمع السياسيون في واشنطن على أن الرئيس هو من يصنع نائبه ويمنحه الدور الفاعل، فهم يتوقعون أن يتركز الدور الأكبر للرئيس المنتخب بايدن في السياسة الخارجية والقضايا الاقتصادية الكبرى ومواجهة كورونا، مقابل إسناد ملفات مهمة إلى نائبته مثل إصلاح نظام الرعاية الصحية وتفعيل قانون الدريم أو الحالمين الذي يمنع تهجير أبناء المهاجرين غير الشرعيين، وحظر بيع الأسلحة الهجومية للمواطنين، وإصلاح النظام الضريبي. وإذا كان السن تحدياً جدياً للرئيس المنتخب بايدن الذي سيبلغ 78 في حال استلام مسؤولياته في كانون الثاني المقبل، فهو يبدو وضعاً مريحاً بالنسبة إلى هاريس التي ستبلغ 55 حين تدخل البيت الأبيض نائبة للرئيس. من هنا تبدو هاريس مناسبة تماماً لميول الأمريكيين الشبان الساعين إلى نظام يوفر فرصاً حقيقية للعدالة الاجتماعية، فضلاً عن تمثيل الطبقة المتوسطة التي فقدت كثيراً من حضورها، وخصوصاً في السنوات الأربع الماضية.